كلام سريع كده عن الحكومة. الحكومة بنزيمة. هنتكلم عن السجل التهديفي لكريم بنزيمة من ساعة ما جه ريال مدريد على مدار كل المواسم لحد اللحظة دي بالليجا فقط. أول موسم 2009-2010 لعب 27 مباراة سجل 8 أهداف. الموسم اللي بعده لعب 33 مباراة سجل 15 هدف. الموسم اللي بعده لعب 34 مباراة سجل 21 هدف. والموسم اللي بعده لعب 30 مباراة سجل 11 هدف. وموسم 2013-2014 لعب 35 مباراة سجل 17 هدف. والموسم اللي بعده لعب 29 مباراة سجل 15 هدف. وموسم 2015-2016 لعب 27 مباراة سجل 24 هدف. كان موسم استثنائي لبنزيمة طبعا في وقتها. والموسم اللي بعده لعب 29 مباراة سجل 11 هدف. واللي بعده 32 مباراة 5 أهداف فقط. وبعدها الدون مشي لعب 36 مباراة سجل 21 هدف. وموسم 2019-2020 لعب 37 مباراة وسجل 21 هدف. واللي بعده 34 سجل 23 هدف. أما الموسم ده استثنائي اتفرج.